السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. قبل ما نبدأ طبعا بنرحب بالناس الجديدة اللي شرفتني على القناة، أهلا وسهلا بكل الحبايب، أهلا وسهلا بالجميع. أتمنى من الجميع وضع اللايك والاشتراك في القناة في حال أن أنتم مشتركين. يلا إن شاء الله نبدأ اليوم بالرد على استخارة المتابعين جزء 34. يلا بسرعة بسرعة حطوا اللايك. يلا نبدأ. أول شيء نبدأ بنزار. نزار 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 بالنسبة لمهدي، بالنسبة لمهدي نعم يحبك في محبة ظاهرة جدا، ربنا يكتب لك كل الخير بإذن الله تعالى. طيب بالنسبة لرنا، رنا 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 بالنسبة لبشرة، هو نعم نعم في سحر مرشوش للأسف، طبعا لا يعلم الغيب إلا الله، لكن نعم هنا في سحر مرشوش في البيت وحوالين البيت، مرشوش حوالين البيت. يا ريت السحر المرشوش حوالين البيت رشوا مية وملح بالبيت وافتحوا سورة البقرة، رشوا مية وملح بالبيت، في سحر مرشوش. نعم الحمد لله. هو مش مرض يعني ممكن يكون مرض كبير، لا هو مش مرض كبير، هو هذا المرض ممكن يكون نفسي، يعني ممكن تكون نفسانة يعني تعبانة نفسيا. ماشي الحمد لله، ممكن يكون تعبانة نفسيا مش مرض روحي نهائيا، هي تعب نفسي. تمام ربنا يبعد عنه كل تعب ووفاء. بالنسبة لشيماء ادي مرداش بإذن إن شاء الله، إن شاء الله يا شيماء إنك تكسبي القضية بتاعتك بإذن الله تعالى، إنك أنت تكسبيها. على فكرة في أطراف هيتدخلوا في الموضوع. بالنسبة لإناس سمير، لا يا إناس ما فيش كره، ما فيش كره نهائيا، ما فيش كره. ماشي إناس سمير إنه خليك أقولك إن أنا بكرهك، لا ما فيش كره، وإن شاء الله زي ما أنا قلت لك قبل هيك بإذن الله تعالى إنه ممكن يصير عودة إن شاء الله تعالى، إن شاء الله رمضان تكونوا بي سوا إن شاء الله، إن شاء الله لا علم الغيب إلا الله. بالنسبة لصابرين، أنت نفسك تبقي معلمة بس انتظري، ليس الآن، انتظري بعض الوقت. بالنسبة لشيماء دمرداش قلنا، بالنسبة لشيماء وأحمد إن شاء الله إنه يكون رغم المشاكل اللي موجودة إلا إنه العلم عند الله تعالى إنه يحصل رجوع رغم المشاكل. طيب بالنسبة لصابرين زي ما أنا قلت لك يا صابرينا، بالنسبة لصابرينا نعم في وظيفة بس أصبري. بالنسبة لصابرينا وبالنسبة لبهية، هي مش بتكذب عليها، لا هي نفسها انها تحصل، يعني كأنها صديقتها عايزاها فعلا تحصل على وظيفة، ما تخافيش هي مش بتكذب عليكي، لا هي مش بتكذب عليكي، لكن هي متقلبة، احيانا بتحس انها بتحبك كتير واحيانا بتحس انه هي مش بتحبك، يعني ما عادي ما تقلقيش، هي متقلبة، احيانا بتحبك واحيانا بتحس انه مش بتحبك. بس بالنسبة انها بتكذب عليك، لا مش بتكذب عليك لانه هي متقلبة. بالنسبة لورد حلب، شيماء ومحمد طبعا هو مكتوب كتب كتابهم وفي مشاكل، المشاكل ان شاء الله تنتهي قريبا جدا، يعني شهر بالكتير المشاكل هتنتهي. وهراني شيماء، في ناس بتشجع على فسخ هذه الخطوبة وفي ناس بتقولك يعني كملي، يعني انت زي اللي كانك محتارة مع مين، ربنا يختار لك الأفضل، بس هي المشاكل الموجودة حتنتهي. بالنسبة لوهراني شيماء، شيماء ورؤوف فعلا في محبة بيناتهم والمحبة موجودة ما زالت. لرين الخزعلي بإذن الله تعالى نعم في خطوبة، انتظري هذه السنة إن شاء الله تعالى. على فكرة لرين الخزعلي حب عباس يحبك كثيرا. بالنسبة لزهراء، حبيبتي زهراء في محبة ظاهرة جدا من واثق، في محبة موجودة. زينب الموسري إن شاء الله انتظري خطوبة هذه السنة بإذن الله تعالى. الويزاء نعم في رجوع لطريقها حميد، نعم في رجوع بإذن الله تعالى، إن شاء الله رمضان يكون خير على الجميع يا الله يا رب. ميدو موشة بالنسبة لعادل ونوياه، هو يحبك لكن خطوبة مش ظاهرة،
بالنسبة أخويا يونس الجريح، بالنسبة ليونس الجريح المال الذي تأخذه أو الراتب، أنا قلت لك قبل هيك إنه فعلا في عيون حسد موجودة، وهذه العيون قريبة جدا من الناس، قريبة عليكم جدا. الأفضل يعني هذا رأيي، إن أنتوا مثلا طبعا أم بنعمة ربك فحدث، فأنتوا يعني دايما قولوا إنه الراتب مثلا ما جاش، مثلا الراتب لسه ما جاش، الراتب ما فيهوش بركة، خليها تقول هيك، بحس ان العيون الموجوده تروح. وكمان سوره البقره شغلها في البيت، وحاول يونس اخي يونس رش ميه وملح بالبيت، رش ميه وملح بالبيت حوالين البيت باستمرار، ان شاء الله هذه العين تروح والرزق بتاعك ان شاء الله انه هو يزيد. الصبر الصبر، للاسف العيون هذه قريبه عليك جدا جدا يا يونس، جدا جدا، مخلي ما فيش بركه في المال، منهم لله حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. ان شاء الله العيون تروح، بس رشوا ميه وملح في البيت وحوالين البيت، وسورة البقرة شغلها، وزي ما قلت لك الله يكتب لك كل الخير والسعادة، الله يرزقك بيديك الاثنين، الله يرضيك يا الله. بالنسبة لسالمة، سالمة نعم في خطوبة، انتظري شوي بس، في خطوبة لكن عليك بالانتظار. بالنسبة لناس أنيسة، أنيسة هو في محبة من عز الدين، هو عايز حب لكن ما فيش ظاهر زواج، ليك زواج انت هذه السنة بس مش مع عز الدين، عز الدين يحبك لكن الزواج لسه ما زال يفكر بيه، موضوع الزواج انك وهو يعني. بالنسبة للولو ان شاء الله يصير زواج ما بين خديجة وحمد، في بيناتهم ان شاء الله يحصل زواج، بس في سحر، مش سحر لا، عيون عليهم، حاولوا انتم ما تحكوا اسراركم للناس اللي برا. وئام ميمي وئام حسام المحبة موجودة جدا. سالمة بالنسبة لصالحة وطه هيرجعوا لبعض، في صلح بيناتهم واضح جدا، يا رب اخوي يونس ما ينسى زي ما قلت له. بالنسبة لإكوين، بالنسبة لإكوين صفا وعلي هيحصل تواصل بيناتهم، هيحصل كلام إن شاء الله تعالى إن شاء الله. إسماعيل إسماعيل أمينة، أمينة بنت كلثوم في حمل هذه السنة بإذن الله تعالى، إن شاء الله إن شاء الله، وتيجي تبشرنا. بالنسبة لقطرة الندى مش ظاهر السفر حاليا ليكي، اما لدورة المكياج هتحصلي عليها. سمايل اسماعيل هو مش سحر، مش سحر، مش سحر، نعيمة بنت كلثوم عليها عيون حسد قوية جدا، خليها ترقي نفسها، تعمل رقية شرعية وتحصن نفسها بالاذكار والمعوذات. قطرة الندى ان شاء الله هنحصل لك شهادة، السفر هو مش ظاهر بس الشهادة هذه موجودة. ميمي مايا، ميمي مايا منيا وطيب ان شاء الله يحصل بيناتهم خطوبة قريبة ان شاء الله تعالى. خالد وليد، آية بنت غيدة، آية بنت غيدة عليها عيون حسد برضو، حصن نفسك بالاذكار والمعوذات، لا تنسي حصن نفسك بالاذكار والمعوذات. بالنسبة لمايا ماما ليش ما تقدم، انتظري انتظري، هو في بعض الظروف لسه هو بيرتب لها. بالنسبة لأحمد، أحمد زي ما قلت لك هو مش اتصل بالغلط، لا هو القلب بيحن ليس بالغلط، هو الاتصال كان متعمد بالاتصال عشان يشوف ردة الفعل. بالنسبة أم أولادي نورة وفريد إن شاء الله هترجع لبيتها، هذه صديقتك إن شاء الله هترجع لبيتها، إن شاء الله راجعة للبيت. بالنسبة أحمد، أحمد اللي هي تمارا إن شاء الله في نجاح بإذن الله تعالى. بالنسبة لخالد بن خالد وليد، بالنسبة لخالد هو متزوج، هو في عيون حسد موجودة بس مش متزوج، هو بس في عيون حسد موجودة على فكرة. بالنسبة لملكة ذاتي إن شاء الله يكون في صلح ما بين أمل ومحمد، إن شاء الله في صلح وصلاح هيحصل بيناتهم برضو، مش صلح وبس إن شاء الله تعالى. بالنسبة لأنيقة بشخصيتي فاطمة وإحسان، نعم إحسان يحبك ويحبك كثيرا وإن شاء الله يكون قسمة، بس انتظري. بالنسبة لأنيسة، أنيسة نعم في زواج هذه السنة بإذن الله تعالى. ريحان المهدي
إن شاء الله هذه السنة هيحصل لك قسمة جميلة جدا وفي سعادة تنتظرك يا ريحانة المهدي. بنت القمر يونس يحبك جدا جدا، ولكن عليك بعض الانتظار. على فكرة وأحمد، وفي أحمد هيظهر في حياتك. اللهم نسألك حسن الخاتمة. بالنسبة لزوجك زي ما بنقول هذه يعني نزوة نزوة، وهتعدي بإذن الله تعالى. على فكرة حبه انتي، بس في الحب الجديد اللي طلع هذا هي عاملة له زي أعمال إنه هي تلفت انتباهه ليها أكثر. فأنتي حاولي زي ما أنا قلت لك قبل هيك، حاولي إنك أنت تجذبيه ناحيتك على قد ما تقدري، وربنا يكتب لك كل السعادة والتوفيق زي ما أنا قلت لك شو تعمل وأنا في البث المباشر. طيب، هو مش حب جديد، هي نزوة طائشة، وإن شاء الله إنه هي هتعدي. بس زي ما قلت لك حاولي تجذبيه ناحيتك على قد ما تقدري بكل الوسائل، أنت عارفة طبعا حبيبتي. هيك وصلنا النهاية، بتمنى لكم كل السعادة والتوفيق، ربنا يكتب لكم كل ما تتمنونه يا الله يا رب. يلا استودعتكم عند الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا وضع اللايك والاشتراك. السلام عليكم.